الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أشرف النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر الإخوة الحضور، أصحاب الفضيلة، علماء والمشايخ، الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فيسعدني أن ألتقي بهذا الحشد الكبير من أهل تونس الشقيقة، وأتقدم أولاً ببالغ الشكر والعرفان للإخوة الفضلاء الذين تفضلوا بدعوتي من المغرب، وأخص جمعية الهداية التونسية والرابطة الوطنية الذين تكرموا بتيسير القدوم لي إلى هذا البلد، وهي أول زيارة تتاح لي بعد أن عبرت أجواءها مرارا كثيرة باتجاه البلدان المشرقية. وقد طالما كنت أتحين الفرصة المواتية لمثل هذه الزيارة استجابة مني لدواع كثيرة أجدها في نفسي لأتعرف عن كثب على إخوتي ببلاد تونس الشقيقة، وليسرح نظري في أجواء هذا البلد الجميل، أعني تونس، الصغير في مساحته الكبير في معناه بأعلامه وحضارته، المدهش حقاً والممتع بتنوع مجالي نبوغ علمائه وأدبائه وغنى نتاجه العلمي والفكري والأدبي وتراثه القرائي والتفسيري والفقهي. بلد أخرج مثل أبي سعيد سحنون في مدونته، وابن أبي زيد في رسالته ونوادره، وأبي الحسن القابسي في رسالته التعليمية وملخصه، وأبي الحسن بن رشيق في عمدته وأنموذجه، وأبي إسحاق الحصري في زهر آدابه، وأبي عبد الله بن سفيان في هاديه، وأبي العباس المهدوي في هدايته وتحصيله، وأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي في تبصرته وكشفه ورعايته، وأبي الحسن اللخمي في تبصرته، وابن عرفة في حدوده، وولي الدين بن خلدون في تاريخه ومقدمته، وأبي الحسن علي النوري في غيث نفعه، وأبي إسحاق المارني في دليل حيرانه ونجومه الطوالع، وغيرهم ممن تقدمهم أو جاء بعدهم من علماء إفريقيا ممن اشتمل عليهم كتاب رياض النفوس للمالكي أو معالم الإيمان الدبار أو شجرة النور الزكية لابن مخلوف، دون أن أنسى أكابر علماء تونس من أهل جامعة الزيتونة، لا سيما المتأخرين منهم من آل النفر وآل عاشور وآل بلقوجة وسواهم كثير عليهم رحمة الله تعالى وبركاته. حضرات السادة والسيدات، إن صلاتنا في بلاد المغرب الأقصى بهذا القطر التونسي الشقيق صلات بالغة العمق، متينة الرباط، عريقة التاريخ. فمن هذه البلاد انطلق الفتح الإسلامي لبلادنا على أيدي الفاتحين الأولين من الصحابة والتابعين، وبها كانت دار الإمارة بالقيروان التي انطلق من الفتح، وهي قاعدة عقبة بن نافع رضي الله عنه فاتح المغرب، بل كانت القاعدة المشتركة والعاصمة الأولى للمغرب الكبير، وكانت دار العلم والحضارة فيه طوال القرون التي أعقبت الفتح. ثم كانت الوحدة لفترات طويلة بين بلدان المغرب أيام دولة الموحدين والمرينيين والعهد الحفصيين، مما ظلت معه الصلات العلمية بين بلادنا والبلاد التونسية في أوج القوة والازدهار. ولقد ظلت بلادنا في المغرب منفتحة على تونس وعلمائها وأدبائها، والإعجاب برجالها مالغنا شدة. وأذكر أن أول ما فتحنا عليه أسماعنا
في أيام النضال من أجل الاستقلال ونحن في ميعة الصبا مما حفظناه في المدرسة في حصة المحفوظات في التعليم الابتدائي، وكان يردده الوطنيون عندنا من أشعار الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي وقصيدته أغاني الحياة، ولا سيما قوله فيها: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، ومن لم يعانق شوق الحياة تبخر في جوئها واندثر، إلى آخر القصيدة. وما أشبه الليلة بالبارحة، فها هي تونس تتطلع مرة أخرى بعون الله إلى تحقيق الحياة الكريمة التي كافحت من أجلها، وتعيد إسماع أنشودة أغاني الحياة مع شاعرها أبي القاسم الشابي، وهي بحول الله بالغة ما تصبو إليه من النصر والعزة، وساعية بتوفيق الله تعالى إلى تحقيق أهداف ثورتها المجيدة وبناء حاضرها الجديد ومستقبلها الزاهر الرشيد. أيها الإخوة الكرام، لقد كان لي الشرف في أن أدعى إلى إعداد محاضرة في موضوع اختلاف القراءات وصلته بالتفسير ومناهج المفسرين والفقهاء في الاستدلال به على المعاني والأحكام، وهو موضوع اقترح علي الحديث فيه في هذا العرض من لدن الإخوة الأفاضل في جمعية الهداية وفقهم الله. ونظراً لمحدودية وقت المحاضرة واتساع مجال الموضوع المقترح، فإني بعون الله تعالى سوف أقتصر على 8 محاور أجعلها في 8 مباحث، وهي كما يلي: المبحث الأول في القرآن والقراءات، المبحث الثاني في مفهوم اختلاف القراءات وبيان أنه غير الاختلاف المنفي عن القرآن، المبحث الثالث في الفرق بين اختلاف القراء في القراءات واختلاف الفقهاء في الأحكام، المبحث الرابع في منشأ الاختلاف في القراءات وأسبابه، المبحث الخامس في حاجة التفسير إلى القراءات، المبحث السادس في التحام القراءة بالتفسير ومناهج الأئمة في الاحتجاج بها على المعاني واستنباط الأحكام، المبحث السابع في القراءات الشاذة وحجيتها عند أبي الفتح بن جني في مقدمة كتاب المحتسب نموذجاً، المبحث الثامن في فوائد اختلاف القراءات وتنوعها، ثم أختم بخاتمة موجزة تتضمن بعض نتائج البحث. المبحث الأول في القرآن والقراءات: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان في مفهومهما، فالقرآن الكريم هو اللفظ المقروء المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، والمقترن بالتحدي والإعجاز، والمنقول إلى الأمة بالتواتر جيلاً بعد جيل. أما القراءات القرآنية فهي السجل الكامل لألفاظ القرآن الكريم وكيفيات أدائها ووجوه الاختلاف فيها بين القراء على ما تلقاه الصحابة الكرام عن النبي عليه الصلاة والسلام مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، ونقل إلينا بالرواية تواتراً أو آحاداً عبر العصور والأجيال. وقد أجمل الإمام بدر الدين الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن الفرق بين القرآن والقراءة فقال: واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما. وهذا التعريف للقراءات عند الزركشي مقارب، وإن كان قد قصر في التمثيل له بالتخفيف والتثقيل، ولعل تعريف الحافظ ابن الجزري أوفى منه وأدق، حيث قال في منجد المقرئين في تعريف القراءات: هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزولاً لناقله، ويعني بذلك ارتباط القراءة بالرواية والمشافهة للشيوخ، وضبط ذلك بالحفظ والتوثيق، فيسمى القائم بذلك حسب مستواه في العلم بها قارئاً أو مقرئاً، ولا يكون كذلك إلا إذا ضبط مواقع الخلاف القرائي وعزى كل رواية رواها إلى من قرأ بها
مما اصطلح على تسميته باختلاف القراءات بمعنى تعددها وتغاير لفظها. وهو المبحث الثاني في مفهوم اختلاف القراءات وبيان أنه غير الاختلاف المنفي عن القرآن. ينبغي أن يعلم أن المراد بالاختلاف حينما يقال بوجوده بين القراء أو بين القراءات إنما يعنى به ما هو واقع بين القراءات من وجوه التغاير والتنوع المختلفة الناشئة عن تعدد الكيفيات الثابتة بالرواية في ألفاظها. وهو اختلاف منضبط لا يفضي إلى تدافع بينها أو فضاد. قال العلامة ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن: الاختلاف نوعان، اختلاف تغاير واختلاف تضاد. فاختلاف التضاد لا يجوز، ولست واجده بحمد الله في القرآن إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ. واختلاف التغاير جائز، وذلك مثل قوله تعالى: وادكر بعد أمة أي بعد حين، وبعد أمه أي بعد نسيان، والمعنيان جميعا وإن اختلفا صحيحان. انتهى قول ابن قتيبة. ورواية بعد أمه مروية عن ابن عباس رضي الله عنه قال في النسيان: قال الزجاج: قرأ ابن عباس بعد أمه، والأمه النسيان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الفرقان: لفظ الاختلاف الذي ينفيه القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح كثير من النظار. ومنه قوله تعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيعلم من هذا أن الاختلاف بين القراءات أمر مشروع ومنضبط بالرواية عند أهلها، وهو يعني تعدد الوجوه والهيئات التي يقرأ بها، وهو تعدد يتنوع فيه الأداء كما سيأتي لنا، ويتسع مدلول الألفاظ دون أن ينشأ عنه بأي وجه من الوجوه ما يقتضي تدافعا أو تضادا. قال الإمام الزركشي في البرهان: وهذا إنما يقال له اختلاف من باب اشتراك الأسماء فقط. ولا ريب أن الألفاظ إذا اختلفت وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك اختلافا، كما يقول ابن سريج. ابن سريج المذكور فقيه من أعلام فقهاء الشافعية. المبحث الثالث في الفرق بين اختلاف القراء في القراءات واختلاف الفقهاء في الأحكام. يتجلى هذا الفرق في كون اختلاف القراءات كما قدمنا اختلاف تنوع، وأن مرجعه إلى أن كل قارئ فيه قرأ بما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تلقاه عنه من صحابته، أو بما بلغه بالرواية من قراءته. وفائدته العظمى تيسير القرآن الكريم للذكر، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ففارق بهذا اختلاف الفقهاء الذي هو اختلاف مرجعه إلى الاجتهاد في فهم النصوص. قال الحافظ ابن الجزري في مقدمة النشر: اختلاف القرآن حق وصواب نزل من عند الله، وهو كلامه لا شك فيه. واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي، والحق في نفس الأمر فيه واحد، فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ، وكل قراءة بالنسبة للأخرى حق وصواب في نفس الأمر. نقطع بذلك ونؤمن به، ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من قرأ به من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له أو أكثر قراءة أو إقراء به وملازمة له لا غير ذلك. ولما كان اختلاف القراءات هو من طبيعة بنيتها وتمام ماهيتها وحقيقتها، وكان كله كما قال ابن الجزري حقا وصوابا من كلا طرفيه أو أطرافه الخلافية، وكان كله منزل من عند الله،
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المماراة فيه حين ترافع إليه بعض أصحابه في شأن هذا الاختلاف، لما قد يؤدي إليه المراء من دفع الحق وإنكار الصواب مغالبة للخصم. ولهذا السبب أيضا كان العلماء يحذرون من مغبة الجهل بمسائل الخلاف في القراءة والفقه معا، حتى قالوا بحق: من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. قاله قتادة، ونقله الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقالوا أيضا: من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه، ومن لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ. ولذلك وجب أن يعرف الاختلاف ومن أين نشأ اختلاف القراءات مع وحدة مصدرها الذي هو الوحي المنزل من عند الله تعالى، وهو المبحث الرابع. المبحث الرابع في منشأ الاختلاف في القراءات وأسبابه. هذا المبحث في غاية الأهمية، لأنه يكشف عن طبيعة الخلاف القرائي ومنشأه الأصلي، ويدلل على مشروعيته التي تشهد الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة عليها. وهو موضوع استوفى العلماء وأئمة القراء البحث فيه قديما وألفوا فيه، كما فعل أبو محمد بن قتيبة متوفى سنة 76 و200 في كتابه تأويل مشكل القرآن، وخاصة في باب الرد عليهم في وجوه القراءات، وكما فعل الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي متوفى حول 440 في كتابه بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات، وهو كتاب صغير مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن رحمه الله، وكما فعل الشيخ أبو محمد مكي بن أبي طالب القيس القيرواني في كتاب الإبانة عن معاني القراءات الذي ذيل به كتاب الكشف عن وجوه القراءات وأمر أن يلحق به، وكلاهما مطبوع ومعروف ومتداول. وكل هؤلاء وغيرهم ممن تكلم في إنشأة الاختلاف بين القراءات أبان عن كونه ناشئا عن نزوله بأكثر من حرف، وعن الترخيص فيه لأن يقرأ بأكثر من وجه بشرط صحة الرواية وثبوتها، مستدلين بالحديث المتواتر الوارد في الرخصة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فبأي حرف منها قرأتم أصبتم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: هو حديث متواتر. وقال ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن في باب الرد عليه في وجوه القراءات: أما ما اعتلوا به في وجوه القراءات من الاختلاف فإنا نحتج عليهم فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف فاقرأوا كيف شئتم. أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده، والهيثمي في مجمع الزوائد، والسيوطي في الدر المنثور، والألباني في السلسلة الصحيحة. وعلى هذا الحديث اقتصر الحافظ ابن الجزري في طيبة النشر، واعتبره السبب الوحيد في منشأ اختلاف القراء، وذلك في قوله في مقدمتها متحدثا عن أركان القراءة الصحيحة: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في 7 فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، والأصل في الخلاف أن ربنا أنزله 7 مهونة، وقيل في المراد منها أوجه وكونه اختلاف لفظ أو جهل. وذكر ابن قتيبة سببا ثانيا من أسباب الخلاف، وهو اختلاف العرضات، كما دل عليه الحديث الشريف في صحيح البخاري وغيره في معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل رمضان مرة، وعارضه في السنة التي توفي فيها 2. قال ابن قتيبة في كتابه المذكور في تعليل قوله تعالى: قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قال هو على طريق الدعاء والمسألة، وربنا باعد بين أسفارنا على جهة الخبر، قال والمعنيان وإن اختلفا صحيحان، لأن أهل سبأ سألوا الله أن يفرقهم في البلاد،
فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. فلما فرقهم الله في البلاد أيادي سبع وباعد بين أسفارهم، قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وأجابنا إلى ما سألنا. فحكى الله سبحانه عنهم بالمعنيين في عرضين. وكذلك قال في قوله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم في سورة النور، وقراءة من قرأها: إذ تلقونه من الولق وهو الكذب، وهي رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما في الكامل في القراءات الهذلي. قال ابن قتيبة: والمعنيان وإن اختلفا صحيحان، لأنهم قبلوه وقالوه وهو كذب، فأنزل الله ذلك على نبيه بالمعنيين جميعا في عرضين. وقد ذهب الإمام أبو محمد بن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز إلى أن الترخيص في القراءة بالأحرف السبعة، وإن كان في ظاهره ترخيصا للأمة، فإنه مقيد بالرواية وحدها. فقال في مقدمة تفسيره المحرر الوجيز: فأباح الله تعالى لنبيه هذه الحروف السبعة، وعارضه بها جبريل في عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الرصف، ولم تقع الإباحة بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعد بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه. ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن، وكان معرضاً لأن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله. قال: وإنما وقعت الإباحة للنبي صلى الله عليه وسلم ليوسع بها على أمته، فقرأ مرة لأبين بما عارضه به جبريل صلوات الله عليهما، ومرة لابن مسعود لما عارضه به أيضا. قال: وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان وقراءة هشام بن حكيم لها، وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة كل منهما: وقد اختلفتا هكذا أقرأني جبريل؟ هل هذا إلا لأنه أقرأه بهذه مرة وبهذه مرة؟ وإلا فلو كان هذا لأحد أن يضعه لبطل إعجاز القرآن، وبطل معنى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلت: ما ذهب إليه القاضي ابن عطية في غاية القوة إذا تعلق الأمر بما وافق الشروط التي جعلها الأئمة أركانا للقراءة المقبولة، ولا سيما إذا تعلق بالمتواتر والمشهور من القراءات كالقراءات السبع والثلاث المكملة للعصر. ولذلك نرى أن من الآراء الفائلة الزعم بأنها مأخوذة من خطوط البصر.